الجهاز الاتصالي نشوف متسابق اخر. سيف السالم تفضل معي. سيف، البارح ابوك جاء الله يطول عمره واهلك عمرك، وما تاثرت كثر ما تاثرت اليوم بذكرى الام. هل لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالام ثلاثا، ولشعور كل انسان في الحياه تجاه والدته ربما يكون ارق واحن للام اكثر من الاب، وش في داخلك؟ وانت من انتشرت لك مقاطع عن ذهب امك باعته لاجل ان سيف يدخل البرنامج. ما اجمل انه الام تفدي بنفسها ومالها لابنها لكي يشارك في البرنامج. اليوم ذكرت موقف شفته البارح كذلك منتشر في السوشيال ميديا. سيف يقول انه انا من يومي صغير وحتى الان وانا كبير والله ما انام الا على رائحه امي، يا جلالها يا شرشفها يا اي شيء. فانت رجل عظيم ووالدتك امراه عظيمه، حدثنا. الله يشوف الأم شيء عظيم جدا. أنا أمي لو دقيقة الأم شيء عظيم جدا، أقسم بالله العظيم. أنا أقول لأمي آسف. على إيش؟ أنا أقول لأمي سامحيني لو حصل أي شيء منه، ممكن اني اخطئت في حقها وانا ما ادري. انا اقول لامي اسف على اليوم اللي ادخل البيت ما اقدر ابوس راسك. انا كل يوم اجي البيت الساعه 12 11 وانا طالع من الدوام، امي ما ترقد، امي ما تنام لين تطمن على البيت كله. جاء يوم من الايام امي تنتظرني في الصاله وانا ما ادري. دخلت ورقدت، صحيت الفجر وهي ما تدري اني جيت. امي تقول دايم انا متعوده عليك يا ولدي، كل ما جيت تبوس راسي تبوس رجولي، ايش معنى ما جيتني اليوم؟ الله يحفظها. انا ما جيتها مستحي منها، كنت جالس مع كنت اسولف مع واحد تحت، الله يكرمنا ويكرمكم، كان يدخن والعياذ بالله، ومستحي امي تشم فيني الريح. امي من النوع اللي تشك، خايفه عليك. خايفه علي، ما الومها والله، ما الوم اي ام، ما الوم اي ام تشك في ولدها، ترى شيء عادي، شيء عظيم، خوف تخاف على ولدها. فانا حزت في خاطري، قلت ما يمديني ادخل الغرفه غير ثوبي، امي جالسه في الصاله، وادري انها في الصاله. كل يوم اجي اسلم على امي تشم ثوبي تشم، والله العظيم اني كنت استوجب. جاتني الفجر سلمت لها قلت الا فيك ريح، فيك ريح يا ولدي، انت ما تسمع كلامي. انا اقول لك انتبه وانتبه وانتبه، هذا اللي انا خايفه منه، شوف فلان شوف علان وش صار عليه ووينه. انا اقول لامي اسف على كل شيء، آسف على أي شيء صار، قسم بيت الله إني ما أقدر أنام إلا لين أشم ريح أمي، ما أقدر أنام إلا لين أشم ريح أمي أبوس رجوله. والله العظيم إني هنا في البرنامج إني شاري عطر ريحة أمي ولا تدري. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرحم موتانا موت المسلمين، ويحفظ أمي ويخليها وأمهات الجميع. آمين يا رب العالمين. طيب جدا صعب. سيف، أمك أرسلت لك رسالة كتابية، أبغاك تقرأها على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابني الغالي.
شيخ حبيبي شلونك شيخ مارك؟ كثر مشتاقين لك عسى ربي يسعدك ووفقك في الدنيا ودنياك يا رب ويحفظ وجودك في البث يسعدنا. حاول ما تغيب فخورين جدا فيك وانت شخص راقي وذل معترمين وتستاهل كل الخير. خلك دائم خلف طموحك وابتسامك دائما لان الجميع يرى ابتسامتك ويبتسم وتراك وراك جبل. احنا معك بنكون دائماً لك. الله يفتح لك أبواب الخير ويرزقك وتستاهل لك ويسهل لك أمورك يبعد عن كل ما تهف. اللهم آمين. والدة السابق سيفا السالم الله يحفظها ويمتعها بالصحة والعافية تحية لها. أنا قبل أدخل البرنامج آخر يوم في التصفيات يمكن ناصر أبريك كان معي. ما هو بعيب تبكي علشان أمك صح؟ في ناس دائم يقولوا يا أخي ليه تبكي؟ أنت إيش فيه؟ سواء على أمك أو على المتسابقين أو شيء يا أخي والله ما أقدر هذه أمي. قبل لا أدخل قسم بيت الله أنها صورت يدها وهي في محل الذهب. قسم بيت الله أنها بعد ذهبها بعد بنجرها وحولت لي فلوس. وكنت جالس في سيارة ناصر المريك وأنا أقول لأمي أبشري والله بسعدك. أنا والله العلي العظيم ماني موجود هنا بإذن الله اللي بشد حيلي وبيض وجيكم وجمل حالكم وبإذن الله أني أحقق الحلم اللي في بالش كفو بإذن الله يا رب وأبشري والله بالعوض والله يبشري بالعوض. كفو كفو يا سيف السالم الله يعطيك العافية. تحية لسيف هنيئا لوالدة سيف السالم بهذا الابن البار اللي أكثر من لقاء أكثر من جلسة أكثر من مكان يتحدث عنك بكل فخر ورافع راسه لأنك أمه. الله يطول عمرك على طاعته ومرضاته. هو بار فيك يدقق في أدق التفاصيل اللي أنت تفكرين فيها علشان ما تقلقين. هو يخاف على صحتك ويخاف على نفسك ويخاف على روحك برا بك بألا تتعبي. فابشري إنه ما راح يكون راعي دروب الشينة بيرفع راسك أنت وأبوه وهؤلاء هم أبنائنا اللي نفتخر فيهم دائما. نقول ألو معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. مساك الله بالخير يمه. السلام عليكم أنت على الهواء مباشرة في قناة الواقع حياك الله. أرحب يا أمه أنت معنا على الهواء كنترول معنا الاتصال. طيب راح الاتصال. طيب ناصر البريك تفضل معي باك جراوند تفضل.